وعاصر جديدة، لكن بل أستاذات أصلا تعلم وصلين فيها ومستجيب لها فالواحد مش قادر يتطلع. يعني احنا متعودناش ان احنا نطلع الدروس ويعني ناخدها شغل الدكتور، تعودنا ان اي شيء ندخل فيه علميا ندرسه نفهمه نركزه علشان نطلع بمعلومات سليمة فاهمة في دنيانا وأخرانا إن شاء الله. أخونا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا قصتي بارك الله لنا فيه في أمثاله قرأ من سورة الأحزاب قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدق ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ان يتوب عليهم. الواقع فيه نظرة واهية ودقيقة يجب ان احنا نلاحظها في هذه الايات. اول القرآن قال ان المؤمنين منهم رجال صدق، معنى ذلك ان منهم رجالا ضعف، يعني المؤمنون كلهم ليسوا على وطيرة واحدة، منهم السابق الثابت القوي الايمان الذي تتزعزع الجبال ولا يتزعزع، ودون كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة الأوائل الذين أسلموا في وقت الشدة ووقت المطاردة ووقت التعذيب لمن أسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخالد بن الوليد لأنه أسلم متأثرا: لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يعني انت يا جماعه اللي اسلمتم متاثرين، لو واحد منكم انفق مثل جبل احد في الضخامه والوزن من الذهب والفضه، وانفق واحد من السابقين كبلال وعمار وعثمان وابي بكر انفق مدا يعني حكمه من الذهب، فشوف الحكمه مقابل الجبل، يقول له ثواب هذا السابق الى الايمان السابق مع الله حين يتصدق بحصنة من ذهب يزيد عن ثواب احدكم حين يتصدق بجبل من ذهب. ليه؟ ايه الفرق؟ هذا مؤمن وهذا مؤمن، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يقرأ القرآن وهذا يقرأ القرآن، ولكن الفرق كبير. إن السابقين وحدهم وليس سواهم على وجه الأرض هم الذين تقوم الأديان على أكتافهم،
وهم الذين تظهر الرسالات بسببه، وهم الذين ينشرون في الارض دين الله ونوره. هؤلاء الصادقون وهم الذين يجاهدون ويصبرون ويثابرون ويقفون عند كلمة الحق لا يتزحزحون عنها أبدا مهما عذبوا ومهما أوذوا ومهما نالهم من ألم. إذا السابقون فعلا هم حملة الناس، هم عماد الأمة. أما الشعب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما بيخبر أن في ديان الأمة الإسلامية تتهالك عليها الأمم وتتكالب عليها، لما قالوا له أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الطير. يعني الكثرة هتكون كثرة كافرة. 700 مليون يا فندم، ما فيهوش 2 مليون يهودي. ولما تحط في الميزان 2 مليون يهود و700 مليون مسلم، واليهود اكبر عباد الله وأدنس عباد الله عند الله، غضب الله عليهم ولعنهم ويخلي اليهود تغني ب700 مليون. يجب ان ال700 مليون يعرفون من هم، يبقى هم دول مين؟ إذن على الصادقين قبل الأمم، وعلى الصادقين قبل الأديان، وبالصادقين تظهر مسائل النور في الناس، وبالصادقين يوجد العدل والحق والخير. ولذلك نحن إن لم نجد الصادقين يجب أن نجدهم بإذن الله، ويجب أن نعمل إن وجدناهم على الحرص عليهم والتمسك بهم والالتفات حولهم وعلى مساعدتهم. ليه؟ لأن دول موجودين بالضاعة نادرة، هذه جواهر نادرة. وأظن من هذا ندرس هذه الرواية، وإن كانت ضعيفة لكن معناها كذب. ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن فضلكم بشيء وقر في صدره. أبو بكر ما كانش بيزيد عنهم في الصلاة والصوم فعلا، لكن أبو بكر في كل شدة كنت تجده لامعا كالنور، كالضوء يهدي غيره ويثبته ويعطي الحق كل نفسه في كل موقف. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام ما تردد وما اضطرب وما ارتبك وما فكر. قال له انا اعرفك واعرف طبقك، وان سعيدي لامين، وان سعيدي لامين، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. بسرعه كده بسرعه يحدث حادث الاسراء والمعراج، والكل يضطرب، ببعض المؤمنين ارتد
من كثرة الشائعات التي سمعها الكفار وتأثرها أن أبو بكر سيلهم بسرعة يقوم من الغرابة في الإسراء يذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة. ده احنا بنكون جالسين معاه في جلسة فتأتيه المرأة أو يأتيه الرجل يسأله فلا ينصرف من مكانه حتى ينزل جبريل من فوق سبع سماوات ويخبره بآيات الله تعالى إجابة على من سأل. يبقى اللي خبر السماء ده من الأرض للسماء الأولى مسيرة كما جاءت الرواية 500 سنة من السماء الأولى عرضها 500 سنة من السماء الأولى للسماء الثانية 500 سنة عد باب التقلبة 514. يبقى إذن لما يقول أنا رحت السماء جيت بنيت مشكلة أنا أؤمن وأصدق بكل كلمة أقولها. الرجولة لها ناس وأنا دائما أقول إننا أمة تبحث عن رجل رجل مسلم رجل عنده غيرة على الدين عنده غيرة على الأعراض عنده غيرة على الكرامة عنده غيرة على عزة المسلمين. أبو بكر يموت الرسول عليه الصلاة والسلام وعندك السرير بتاع الموت بتاع خلافة أبو بكر بالذات. فأكثر المسلمين يحتل غشية يغمى عليه ويطيره لدرجة أن عمر من كثرة ما أصابه من ظهور أراد يقول الناس يقول للناس إن محمدا لم يمت من قال إن محمدا قد مات فتعت عنقه إنه غاب عنا كما غاب موسى وهو عائد إلينا ليقطع رقاب المنافقين ويذل أعداء الله. أبو بكر ظهر والناس كلها بتسمع لعمر وعمر يقف يخطب والكلام داخل في دماغ الناس. فدخل أبو بكر ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا فكشف عن يده وعرف حقيقة الأمر وقال له ما أطيبك حينا ميتا يا رسول الله عليه السلام. ثم قبله ثم غطاه ثم خرج وأشار إلى عمر أن يسكت فسكت عمر وما كان عمر يسكت لأحد إلا لأبي بكر. وقف أبو بكر يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عمر يقول هل هذه الآية من القرآن؟ بعدين يقول قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إلى آخر الآيات. يوم عمر يقول هل هذه الآيات من القرآن؟ يا عمر بنت سمعتها نزل استغاذ يستقر وكان لها رنين كبير يوم الرسول عليه الصلاة والسلام قرأها عليكم في الصلاة فكيف غاب عنك أنها من القرآن؟ لكن الدهشة أذهلت عمر وريحت انتفت الناس عن أبي بكر وقد عرفوا أن رسول الله مات عليه الصلاة والسلام فذهب كل في سبيله هذا يبكي وهذا يبكى عليه ويقع في الأرض وهذا يذهب لا يدري إلى أين يذهب إلى آخر ما هو موجود في شريط وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شريط أرجو أن تحرصوا على السماء. بعد كده تأتي المفاتن إلى أبي بكر مفاتن كلها فريدة فريدة ليس لها سابقة لأول مرة تحصل. الخلافة ما كانش في الخلافة قبل كده يبقى عايزين الكلام في الخلافة
ودي عملية سياسية ضخمة، يبقى لابد تحل باسم الدين وباسم الله اللي خلاها بضخمة. جيش قسامة جيش طالع بره علشان يجر فلسطين، مجرد ما الجماعة اللي حول مصر اللي حول المدينة سمعوا بوفاة الرسول عليه السلام أكثرهم ارتد عن دينه. يوم عمر يقف لأبي بكر لابد الجيش يرجع، وأكثر الصحابة يقول الجيش يرجع، وأبي بكر يقول لا الجيش يطلع يعني يطلع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أمر أن ينفذ أمر جيش إكرامة، أنفذوا جيش إكرامة يعني أرسلوه إلى الوجهة التي أقربته له. بعد كده أبو بكر يعلم بأن الجزيرة العربية من أولها إلى آخره فيها من منع الزكاة، فيها من ارتد عن الإسلام، فيها خمسة ادعوا النبوة من ضمنهم واحدة صدق عملت نبية رسل ما زي السكاد الوقت ما عايزين يبقى السكاد رئيس التجارة ورئيس الجمهورية وبيطالبوا طبعا بالحقوق السياسية، بس انا بطالب السكاد بكلمة في اذن كل ست تقولها لها واحدة ست برضه ان كنت اقرأي سيرة تجاه النبية اللي ادعت النبوة في بني اسرائيل، لأنها دعت النبوة خمسة، وكيف دعت النبوة لمسيلمة الكذاب بمجرد ما حصلت جلسة كده حلوة فيها بطول وروائح جميلة وخلوة ممتازة، طلع الصباح تقول بس أنا اتجوزت الراجل وسلمت له النبوة وحنيسة على كده. قالوا لها مهرك ايه؟ قالت له ما فيش مهر ولا حاجة. قالوا لها يبقى عار، بس خليه يعمل لك اي مهر لو يذبحوني. فدخلت قال لها شوفي ثم عنك وقتين من الصلوات الخمس لا تصلي فقه ولا دور يعجبكم اقضيها ما على طريقة على نفس طريقة والله هي هي تاني والله هو هو القتل على نفس طريقة بعض الزعامات اليوم. مش واحد اول ما طلع هناك في بلد الغرب ده اللي بعد البحر الاحمر اللي كان بيزور هنا قريب مش طلع وقال لهم القرآن هو في الجانب الجنوبي ومستخد في الجانب الشمالي، قال لهم ده القرآن ده ملخبط ومتناقض مع بعضه وفيه اساطير وخرافات كتيرة، وانا بقول لكم كلمة ان الخمرة حرام دي كلام غلط، كلمة ان الزنا حرام ده هو نفس كلام مسيلمة الكذاب تماما تماما. هو الخط لا يتغير زي ربنا ما قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. الكفر كله من كفر واحد من يوسف ابن ادم الى اليوم الى يوم الثاني، والايمان كله من كفر واحد من يوسف ابن ادم الى يوم الثاني. الفرق بس ان ده بيتكلم بطريقه معينه وده بطريقه احسن وده بطريقه عن يتكلم عن طريق التلفزيون وكان عن طريق الاذاعه الى اخره. سيدنا ابو بكر يعمل ايه؟ يستثير الصحابه لأنهم انقلبت الجزيرة العربية إلى الكفر وارتدت إليه. ماذا نفعل؟ مفيش إلا مكة إلا الطائف مفيش ما ارتدت إلا بعض القبائل والباقي كله ارتد. أصبحت المدينة كل اللي حولها عدو لها، فعمر قال له يا أبا بكر كفاية علينا المدينة نحصنها ونحتاجها ونمسك على ديننا فيها. أما الناس دخلوا بقى بالناس دول معناها إيه دي؟
معناها ان احنا نسلت وقلنا اسلام ابداً. كان الكفار ده الحيحاسب اللي في المدينة يريد ما يموتوا كلهم بعد ما يموتوا ومات الجن معاهم وفاق المسلمين. الصحابة كلهم لم يوافق احد على الحرب. من هو ابو بكر؟ انا قلت في تقليل شخصية ابو بكر طبعا انا اخطر من ان اقلل شخصية ابو بكر. انما في التعريف دي قلت لو سمح لي ان اقول ان ابو بكر احسن من انبياء كثيرين من بني اسرائيل لكان ذلك جائزا لنا لكنته. لكنه لا يجوز ويجب ان نقف عند حدود ابو بكر الصديق بس. لكن ابو بكر فيما فعله فيما فعله واعتاد الروعه. ولذلك اللي يعرف ابو بكر حق المعرفه احنا كلنا بنسب عمر وعمر يستحق كل الكتابه. لكن ابو بكر يستحق دراسه اكبر لمعرفه جوهر ابو بكر. ابو بكر يقف فيقول والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لأقاتلنهم حتى ينتصر الإسلام أو تنفرد ثالثتي يعني تقطع رقبتي. ثم قال للمسلمين إني خارج للقتال فمن أراد أن يخرج فليفتح. مع السكة العجيبة ان هو هم بيستوروا ان مسايرة خدت ايام في اثناء المسايرة بهم زارت احدى القبائل انها جهزت نفسها للهجوم على المدينة. طب بس قال لهم اتفضلوا احنا من دلوقتي ان كنت فاكرين ان احنا لما نحط نفسنا داخل بلادنا ده حيمنع عن اعدائنا. لا ده بالعكس ده هيمكن من اعدائنا ولا يهابوننا ويحتكروننا زي ما بيعملوا المتمثلين اليوم. كل همهم ان يدافعوا عن نفسهم مثل ابو الكفاف. في مثل يقول لك ابو الكفاف الطائر ده لما الدنيا تغير والمطر ينزل وقت الرعد وبرق يقوم ينام على ظهره ويرفع رجليه الى اعلى على انه لو نزلت الدنيا وقعت يعني وقعت يعني يدفع الدنيا عن نفسه برجليه. احنا عاملين زي ابو الكفاف بالظبط نفس الخط هو عايزين نمنع برجلينا. فلذلك نزله فوق دماغنا المطالب ورا بعضها. فشوف ابو بكر مفيش امكانيات مفيش اسلحه كفايه مفيش رجال كفايه لكن فيه ايمان يكفي اهل الارض جميعا يكفي ان يهجم به اهل الارض كلها. وطلع ابو بكر فخرج معه المسلمون حتى قال عمر والله ما قال ابو بكر ما قاله يعني حين قال مقالته وانني لا بد ان احارب حتى عرفت ان ابا بكر على الحق لأن الله لا يسرع قبر أبي بكر المثل إلا أن يكون حقا. يتنازل عمر بسرعة عن رأيه وكان أول جندي ينضم تحت لواء أبي بكر. ما قالوش ما دام أنت مش ناصحني روح حارب أنت وسيبني أنا وحاسبك في وقت الأجر. لا ما قالوش الكلام ده. وطلع أبي بكر وانتصر على هذه القبيلة وبعدين كون 11 جيش واخذ 10 لواء وقال لهم اذهبوا في الجزيرة العربية حاربوا باسم الله حاربوا اعداء الله لا تقتلوا صبيا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا سيفا ولا تعذبوا ولا وصية كبيرة اخذها من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنجو سنة ينس حتى كانت الجزيرة العربية كلها قد عادت الى الاسلام وانجمت جيوشها بعضها لبعض
ثم أراد أبو بكر أن يعرفهم عزة الإسلام فقال فليذهب بيت إلى الشام ليحارب الروم وليذهب بيت آخر إلى فارس ليحارب الروم. ليه؟ لأن إذا نحارب ناس دول هنحارب بعض. إذا نعرف كمية القتال وإدراك نفسية الإنسان وإدراك السيكولوجية اللي بنقول عليها بالنسبة للوضع اللي موجود عندهم خلاهم يعرفوا يتحركوا. إذا إحنا محتاجين إلى إدراك للتاريخ من خلاله هندرس علوما كثيرة جدا. فبرضه بقول لكم اقرأوها، اقرأوا تاريخ الخلفاء الراشدين هيسمعوه من الأسرار. خليك تبين كمان على سيرة حفظ السيوف. أنا متأكد إن السيوف هيخليك تؤمن على السيوف تكتب. وتعيد مرة واثنين وثلاث. إذا كان أنت بيان بيقول العرب ما بيقروش، طب ما بيسمعوش. بلاش يقرا. طب ياكل ويسمع. يقرا ايه؟ يحط السيارة يسمع. يقرا ايه؟ لكن هي خيبة من كل النواحي كده. لا قران ولا سماع ولا جدعنة ولا مرجلة ولا ايمان ثابت. طبعا انا بتكلم على الجدعنة والمرجلة في النحو الاسلامي. اما الجدعنة والمرجلة بقى بقى على الخليج والجري بالسيارة ورا البنات والبحث عن احسن خمرة الى اخره. دي مسمات جدعان ومرجلة. جسمها مهجلة وخنوسة وضيعة. طيب. وخفت بقى عند البيع الثاني. عملية البيع دي مش هتخلص. طيب. عمك زي العادة. أكون حلمانسيسي كل يوم أو كل أسبوع يجي يسألنا السؤال الآخر. قلنا يا عم حسن أي عم حلنقص ما كلمك في البيع بتخطيط. أنا على طول بقول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في حديث صحيح عن بيعتين في بيعة. نهى عن بيعتين في بيعة. أحسن تفسير لكلمة بيعتين في بيعة إنك أنت تروح تشتري سيارة فيقول لك السيارة دي بألفين دينار تخصيص على سنتين وبألف وسبعمائة دفع فوري. فأنت تقول له طب تسمح تديني السيارة؟ أنا موافق أنا موافق أعطيني السيارة. أنت موافق على إيه؟ ما تنقص. لم تكن موافق على أنك تأخذ بالتخصيص ولم تكن موافق على أنك ستأخذ وتتعطل. البيعة دي هي اللي تعتبر بطلة. بطلة ليه؟ لأن الثمن غير معلوم. بتحنا قول إذا كان الثمن غير معلوم أو السلعة اللي بتنباع غير معلومة البيع بيبقى باطل. أو إذا كانت السلعة ما نقدرش نسلمها بيبقى البيع باطل. مش الكلام ده أصلح واضح ومفهوم؟ أنتوا مكسرين ليه ليه وأنا ذنبي إيه؟ أنا قلت الكلام ده قبل كده. فالمرة هذه بيقول لك ان احنا لما قلنا لما اتكلمنا وقلنا بألفين بالتخصيص بألف
وسبعمائة ثوري. وحضرتك الواثق الواثق يبقى انت عارف ان البيع ايجاب وقبول. فراح الثاني قال لي انا بعت. طيب انت وافقت وهي بعت، يعني يجب الايجاب والقبول، يعني استاذ البيع نكهه. لكن عندنا هنا جهاله قالت البيع ده يعتبر حرام وبالتالي يبقى العقد باطل. ليه؟ لان احنا مش عارفين. صاحبنا لما قال وافق انا واللي ببيع له مش عارف يوافق على ايه. كلنا كل اللي مقلنا كلمه ان رضي ياخد السياره يا اما يدفع الالف وسبعمائه يا اما يدفع الالفين بالتقسيط. وبما انني وانا بشتري بيني وبين الراجل اللي بيبيع صداقه معرفه عتم، الراجل لم يدفق فما ده المساله بالشكل ده يبقى العقد باطل والبيع غير صحيح. وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه. اما لو حضرتك قلت له تشتري، قلت له يا سينا تشتري بالتقسيط على سنتين بألفين، قلت له يا سينا تشتري بالتقسيط على سنتين بألفين دفع ثوري بألف وسبعمائة. قال لك انا هشتري بالتقسيط على ألفين. قلت له وانا بعت. قال لك وانا اشتريت. يبقى العقد هنا صحيح ولا باطل؟ يبقى العقد ايه؟ صحيح. العقد ايه؟ صحيح. انتوا كلكم بتقولوا صحيح، يبقى العقد صحيح وكلامكم صحيح. ليه؟ لان مفيش جهاله في الموضوع. احنا رسينا على واحده من الاثنين، وما دام رسينا على واحده يبقى خلاص العقد صح. يجي حكم تاني. طيب لما انا ازيد الثمن مقابل زيادة المدة يبقى ده مسؤولة ربوية ولا تعتبر حيلة ثانية؟ بعدهم قال تعتبر حيلة ربوية ولا يجوز. هذا البيع لا يجوز، هذا البيع لا يجوز. لكن أكثرية الفقهاء قالوا لا، هو أنا لست ممنوعا، أنا حر في مالي وهو حر في اشتراه. كان هو يشتري مني وبعدين لأن بيأجل فأنا بزود السعر شوية، أنا حر لأنني كمان هخسر الألفين دينار دول مش هقدر أستفيد بيهم مرة واحدة وأنا راجل تاجر. وبما أنني فاهم السوق كويس أنا لو خدت 1700 1700 على مدة سنتين هيجيبوا لي على الأقل 500 دينار. انا ما باخدش منه زيادة الا 300 دينار في السنتين، يبقى انا برضو اللي مظلوم حسب رأيي. طبعا الكلام ده مفهوم. طب اقول لك كوني انا ازيد الثمن مقابل زيادة الاجل
من الاول لا شيء علي فيه. وده يبقى جائز. وهذا رأي جمهور الفقهاء. هذا رأي الأكثرية. ولا يوجد دليل قوي على منع من هذا. المنع نيجي لا يوجد دليل. طيب مال يا عم حسن دمت دوختنا وزهقتنا وقرية سنتنا. ليه؟ أكل إن اتصلنا بيك بالتليفون نقول لك البيع بالشخص الجاي تقول حرام. وإن قابلناك في المسجد نقول لك البيع بالشخص الجائز تقول حرام. ليه؟ قلت إن حرام. أيوة ليه؟ ليك الحق تسأل ليه؟ لأن حضرتك التخطيط اللي ماشي ماشي بطريقة ربوية. يعني ايه؟ هو بيقول لك ان السيارة سعرها 1700 دينار. انت يا تدفع 1700 وتاخد السيارة يا ان ما تدفعهم. في كل شهر تأدي للفلوس انا بكتب عليه فوائد ربوية. ومش انا كمان اللي بكتبها. انا بسلم العقد اللي بيني وبينك للبنك. واخد منه الفلوس بتاعتي. باخد منه 1700. والبنك بيبتدي ياخد منك كل شهر القسط بتاعه. ان سلمتوني الفلوس بعد شهرين ياخد منك 1700 مثلا و30 او 1750. ان سلمتها له بعد 5-6 شهور ياخد منك 1800 ويتنازل عن الباقي. ان سلمتها بعد 3 سنين انا بيعلك ب2000. هياخد منك 2500 او 2600. ليه؟ كل ما تنقص تقل الفوائد الربوية. وكلما زدت المدة زادت الفوائد الربوية. يبقى احنا اصلنا اتفقنا على الثمن. وبعد ما اتفقنا عليه اصبح تأجيل الثمن بفوائد. اتهم الدين ده مش بيع نهائي في الواقع. البيع النهائي اصلا على 1700. لكن كل من اجل شهر تطلع عليه فايدة معينة. ولذلك بعض الشركات بيكتب على التمديال المبلغ كذا والفايدة كذا يكون المجموع كذا. اذا انت حضرتك واقع في ربا. امال مين الذي لا يستعمل هذه الطريقة وبيستعمل الطريقة الاولى؟ الذي عبد العزيز المطوع اللي هي وكالة بولفو. هي بتزوج مش ما بتزوجش وعاملة حسابها قوي 24 قراض حاطين المبلغ اللي انت لما بتاخد بالتقسيط بيبقى المبلغ محدود معروف عندهم انهم مزودين 250-300. لكن هو بيقول لك ان اشتريت فوري بتشتري بال2000 وان اشتريت بالاجل برضه بتشتري بال2000. كل ما في الامر لو اشتريت فوري ممكن تتكلم يخفض لك يعني بيسيب لك 50 دينار 70 دينار 80 دينار. ده حسب الجو اللي بينك وبينه. فهو بيعتبر ان الثمن كده. ولو مشي بالطريقة الاولانية قال لك ان كنت هتدفع يبقى 1700 وان كنت هتأجل يبقى 2000. قلت له انا راح اجل. قال لك بعت لك ب2000. قلت له وافق بيكتب ال2000. ان جبت سدد بعد شهر بيطالبك بال2000. وان سددت بعد 5 سنين ما بياخدش الا ال2000. اظن بقت واضحه دلوقتي. يبقى اذا الفايده الربويه مالهاش وجود في العمل. هو زود مقابل التأجيل من الاول وانتهى الامر لغايه كده. يبقى العقد تم. العقد تم والبيع انتهى
بالزيادة أو النقص في أول كلامنا على السيارة. أما الموضوع الثاني ما انتهاش الكلام، كل ما تزود في المدة تزيد الفلوس، كل ما تقلل في المدة تقل الإيه؟ الفلوس. إذا أنا بعيد في إيه دلوقتي؟ في فوائد ربوية. أنا عاوزك تفهموا الموضوع ده فهما جيدا جدا جدا. ليه؟ لأن إحنا بره الأسئلة كثيرة والناس باستمرار بتتخبى. وعملت حرام كسباني من السعودية يقول لي إن الشيخ بن باز أهو بيحلل البيع بالكفر، وجبنا الكافية بتاع الشيخ بن باز والراجل أكرمه الله يقول في الفتوى إن ما دام أنا أبيع بالتخطيط ليه الحق أن أزيد في السعر، أن أزيد في السعر وأبيع بسعر غالي. طب ما هو ده الكلام اللي احنا بنقولوه، لكن الشيخ ابن باز ما عرفوش الشغل اللي بيمشي في الشركات والامور الربويه اللي بتستعملها الشركات مع الناس. فالناس لقطت الفتوى ورسيت على كده، حتى رئيس تبان الصالحين فيما اظن وتورطوا في العمليه الربويه دي. قلت عارف الحديث درهم ربا اشد عند الله من 36 زملة. ولا أرى والرسول عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. فالمشكلة مشكلة كبيرة وخطيرة. وربنا بالنسبة للربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن هذا البيع عشان ندرك حقيقته يبقى نعرف الحكم الجاي. الحكم اهو عشان ما نتلخبطش فيه تاني. إذا كانت الأجل زيادة نهائية بمعنى ان البيع بيع نهائي، ما دام انا اجلت بحيث لو دفعت بعد شهرين هو الثمن، بعد سنتين هو الثمن، بعد 5 سنين هو الثمن، يبقى اذا العقد انتهى وصاحبنا خد زيادة مقابل التأجيل وانا رضيت بهذه الزيادة وده حقه ويعتبر ده عقد بيع نهائي. اما اذا كان انا وهو خاضعين لان كل شهر مقابل فوائد معينة مثل ما تعمل كل الشركات ما عدا الشركة اللي ذكرتها لكم، اذا كانت كده يبقى ده احنا خاضعين لمعاملة ربوية فاسدة. ولذلك كما قلت لبعض اخواننا اللي في الشركات تستطيعون ان تحولوا المبدأ اللي انت واقعين فيه الى صورة حلال اذا جعلت العقد نهائي وشلت الفوائد من الورق وكان الشركة يبقى لها معاملة هي اللي تتعامل مع البنك ما تتركنيش انا اللي بتعامل مع البنك. لاني عارفوا اعملوا حساب كل واحد منكم بياخد سيارة بالتخطيط هو صحيح بيدفع الفلوس للشركة لكن الشركة بتلم للبنك مثلها هي الشركة قلت لك خبطت الفلوس من البنك اول انت اول ما عقدت العقد. دي نمرة واحدة. ثانيا في غلطة اخرى، انا بعد ما ادفع نصف الثمن ولا ثلثي الثمن او بعض الثمن الشركة بتقول لي ان السيارة دي بتاع الشركة مش بتاعتك وما بتقدرش انت تطلع دفتر باسمك ابدا الا لما تنتهي ينتهي الدفتر. ليه؟ افرض انك انت ما قدرتش تسد تبقى تعمل ايه الشركة؟ طب ده العقد ده باطل من الناحية دي. ازاي؟
قال لي انا دفعت الفلوس او دفعت نص الفلوس. الفلوس اللي دفعتها في شيء انا اشتريته، لكن انا ما عنديش عقد شراء ولا عنديش عقد ايجار ولا عنديش عقد رهن، اما لما ابقى ايه؟ قال تبقى سواق عربي. انت بقى وظيفتك انك سواق عربية في الشركة، اظل اسوق عربية في الشركة لغاية ما يخلص ثمنها، يسمحوني بعد كده ان انا اطلع الدفتر السيارة باسمي. طب هذا العقد باطل 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 باطل. ومع الاسف الشديد شركة برضا عبد العزيز المطوع وقعت وقت الغلط. طب امال ايه اللي نعمله؟ هو انت بحثت عن الشرع عشان تعرفوا ايه اللي تعملوه؟ ما انت لو بحثتوا كان ممكن تعرفوا، لكن ما دمت ما بحثتوا فيه طبعا ما انت هتعرف. طب اسمع، انا بروح اشتري من اي شركه، اشتري سلامه وبوتاجاز والات ميكانيكيه بحوالي 500-600 دينار. انا لما بشتريها بيكتب عليا كل ديالات بالمبلغ وبيديني عقد بان انا اشتريت من هذه الاشياء. اذا الاشياء دي بقت ملكي وانا علي المبلغ. ليه ما قالوش ان الاشياء دي تظل ملك الشركة لغاية انت ما تخلصها؟ ليه ما عملوش كده؟ يعني يمكن بعض الشركات بتتأثر احيانا ما ترجعش تدي عقد البيع الا في الاخر، لكن اكثرها بيديك العقد من الاول وما بيقولش لا. طب ليه ما عملوش زي السيارة وبعدين يروح يقول لك امن على البوتاجاز تأمين كامل، وامن على الثلاجة تأمين كامل، وامن على الغسالة تأمين كامل، وامن على الجراموتير تأمين كامل، وقد يعرفوش يقولوا امن على السكر اخرى تأمين كامل. فعشان لو عملت ما دلوقتي بيأمنه، بياخد منك مبلغ التأمين للأدوات الصحية عشان لو حضرتك كسرت حنفية يبقى ياخد منك الفلوس. طب الحنفية دي مش بمضي العهد، دي بتقدم. ايوه بتقدم. طب ولما تقدم وتتكسر او تخرب يبقى يعني انا لو جيت طالع ادفع ثمنه؟ ايوه تدفع ثمنه. مش عارف انا، احنا اقول ان احنا غلط ومسيين بعيد عن الاسلام قد يعتبر مسيين غلط، فلابد نصحح اوضاعنا بالرجوع الى ثاني الاسلام والعمل بالاسلام. طب انا هقول لكم كلمه واحده جاوبوني عليها. سؤال، العبادات في الاسلام اكثر ام المعاملات اكثر؟ عظيم. طول عمرك تتعلموا عبادات ولا معاملات؟ عبادات. كل الخطيب والمدرس والواعظ وكله ما عندوش هم الا العبادات، واتقوا الله فقد كفى مكان الى اخر هذا الكلام. حد يتكلم عن امورنا الاجتماعيه؟ لا. مشاكلنا المعاملات الماليه برضه لا. طب انا هقول لك، هطلع لك كثيرين ممن يدعون العلم وهم واقعون في الخطا في كل معاملات. ليه؟ لانه هذا العلم، علم المعاملات مدفون، البيئه ما بتستعملوش، والعلماء ما بيقولوهوش، والشعب كمان ما بينفذوش، واكثر الحكومات بتدوس عليه. ادي الربا موجود، وادي الشركات اهي، وادي خراب البيوت لكل الشعب اللي عاجبه يشيل واللي مش عاجبه ينفلق. ليه ينفلق؟ ليه؟ ده احنا دول بنقول ان الديننا الرسمي هو الاسلام. الباسة الرسمي دي، انت عارف الرسمي دي عشان ايه؟ اي
علشان نحتفل بالإسراء والمعراج ونحتفل بالهجرة ونحتفل بموت النبي ونحتفل برمضان نحتفل. أيوة بس نحتفل يعني ما نعملش. لا العمل ده موضوع تاني. عند العمل ده نسأل ايه اللي في أوروبا؟ ايه اللي في أمريكا؟ ايه اللي في روسيا؟ دي دول وصلت الأمر. فلما ندوس على مبادئنا وأخلاقياتنا وعلى ديننا نوصل الأمر. طب ولما دست وصلت فين؟ قال وصلنا مثل الأمر من فوق وصلنا من تحت. احنا واخدين ونازلين دلوقتي وطالعين. فالواقع ان اخطائنا ضخمة في جهلنا بالاسلام. وانا يا اخوة تكلمت كثيرا عن ذلك وقلت ان احنا في حاجة الى مراجعة دقيقة. لكن مش عارف يا ترى هو كسل منا او ضعف او ضعف ايمان او هو عدم اشتراك او هو غرور. يمكن الغرور اللي بيخلينا نقول كده. يعني عمك الشيخ فرنسس والشيخ فرنسس زي اي واحد سبعا عشان محد يقول لما قلت الشيخ طيب او الشيخ محمد او الشيخ ابراهيم او واحد بيت يقول هو انا. فعمك الشيخ فرنسس بمجرد ما وقف يصلي بمجرد ما صدقوا زي حالات كده ما بتقعد تقول دول وقعتهم بينا انت عارفين واحنا يا جماعه بتقعد تقول ياما علينا مشاكل. خلاص بيفكر ان الحكايه هما الركعتين وهما الركن وهما الصوت الثلاث وزودناها كده نقول ونطالب بالحكم في سبيل الله والذهاب في سبيل الله والوي يلا اهي نفسها هيجرى ايه؟ ده احنا بقالنا 50 سنه بننطق. لكن الذهاب في سبيل ايه؟ في سبيل الاسلام. هو ايه الاسلام؟ ما هو الاسلام؟ الاسلام هو الاسلام. انا عارف والله العظيم ان الاسلام هو الاسلام. لكن ما هي احكام الاسلام؟ ما هي جواهر الاسلام؟ دلالة الشرع بيقول لك انا عندي كفالة اجتماعية ومساواة انسانية واخوة سياسية وعدالة. مش عارف كل ده بيقعد يضحك علي بيه. ايه اللي عندكم في الاسلام؟ ده الولد من كثرة تمردهم قالوا اذا كان ربنا هو اللي مالك العالم ده كله يبقى ربنا اكبر رأس مالي ده. يبقى رأس مالي كبير اوي اوي اوي. وليه مالك ده كله بيتحكم فيه؟ طب ولما العشرة 12 واحد اللي هم زعماء السوفيت او زعماء الجمهورية الروسية لما لقيت واحد يتحكموا في كل الشعوب اللي وقع تحت امرهم الاثنين عملوا من انفسهم آلهة مع ان واحد منهم شوية عنده مغص وشوية عنده وش وشوية عنده خلل في دماغه الى اخره. والله ربنا كامل في جميع النواحي وهو اللي خلق ده وهو اللي بيدبره. اما تجيب واحد يدبر العالم ممكن يتكلم الكلام بتنكره. فاحنا اولادنا بيتورثوا. ليه بيتورث؟ لان مفاهيم الاسلامية ناقصة ناقصة ضعيفة ضحلة ضحلة. احنا بندرس في الجامعة وبندرس في المدارس في دروس ما تعرفش ليه لما جم يضعوا المناهج وضعوا الدروس برضو راحوا على العبادات. بعض حاجات خفيفة في الاخلاقيات حاجات كثيفة في الشخصيات. اما الاسلام كخص الاسلام كاقتصاد الاسلام كمعاملات الاسلام كمبادئ تحكم العالم وتلقى للكل فيه الاسلام كرحمة الاسلام كإنسانية. كله ابعد ليه؟ قالك هذا هو المطلوب لان لو ما عملناش كده هنعلم الاولاد الاولاد يثوروا على الحكم ويثوروا على القانون ويثوروا ويطلبوا بالاسلام. ولما يطلبوا بالاسلام يجرى ايه؟ قالك لا احنا لو طالبوا بالاسلام الاسلام هيكتفنا ويصبحنا
بعدين عمر يقول لا اكل السمن حتى ياكله كل فرد في الرعيه. مين يقول الكلام ده ولا يعمل كده؟ عمر لما يلبس حلتين يقسم على الشعب المال والحلل وهو لابس حلتين يقف واحد في المسجد ويقول له لا نسمع لك لانك اخذت حلتين ووزعت حله واحده على كل انسان. لغايه ما عمر يقيم ابنه في المسجد ويخبره ابن ده يخبر الرجل ان الحلة الثانية هي حلة عبد الله ابن عمر اعطاها لابيه لان اباه جسمه كبير. فلم يستحل للخليفة ان يأخذ ثوبا زائدا عن الشعب. طب قل الكلام ده لمين يقوله؟ ده بنت الزعيم بنيجي نجوزها بيخرب بيت الشعب وبنت بنته بتخرب الباقي واخو بنته اللي هو ابنه بيخرب الباقي واخو جوز بنته بيخرب الباقي. وخد عندك لما تدور على الشعب في الاخر في ايه بيمصمص؟ بيمصمص ايه؟ الخطر. بيمصمص خطر. الخطباء بيخدروه المتدينون اللي عن العلم بيخدروا من ناحية الخطباء السياسيون يخدروا من ناحية والشعب هو هو من ظل الى ظل ومن فقر الى فقر ومن تعاسة الى تعاسة ومن سقاء الى سقاء. فضوها بقى فضوها. قلنا عايزين لهذه الامة رجلا مؤمنا صادقا. نحن امة تحتاج رجلا من هذا النوع الذي ينفذه ويطهر ارضه ويعيد لها عزتها ومكانتها ويقول ويل له ان بات طفلا جائعا، ويل له ان نامت امرأة مفزعة تعيش في رعب او خوف. يقول ويل له. احنا محتاجين لكده يا اخي علشان نصحح اوضاعنا، والا هيتفضل عمك حسن وعمك ابو ذر وعمك ارنكس وعمك عرقك وحسركول وحلمان فيكي كلهم يتكلموا. وبعدين الزعماء يطلعوا لسانه ويقولوا مش بيتكلموا في الجامع؟ ايوه خلوهم يتكلموا في الجامع، لكن ما بيتكلموش في الصحافه، ايوه، ولا بيتكلموش في المجالس النيابيه، ايوه، ولا بيتكلموش في المجالس الاساسيه، لا، مين يتكلموا يجرى ايه؟ معروفه الحكايه، التهم جاهزه، يطلع له تهمه من الضعبه، ده راجل عمل جهازا سريا يريد قلب نظام الحكم الحاضر، اتصل بدوله اجنبيه، رجل انتهازي، يبقوا خمس بنات ويقولوا عايزين يعملوا انقلاب، بنات يا ناس، البنات بتعمل انقلاب، ثلاث اولاد يبقى هيعملوا انقلاب، وجزاهم قال لك اعدام لان ده ضد نظام الحكم الحاضر. طب الحكم الحاضر بيجي بالسنه؟ افرض ضد نظام الحكم الحاضر، ما الحكم الحاضر ممكن يكون اسوأ حكم. قال لك اسوأ، لكن ركب الدبابة ووقف على الكرسي بتاع الحكم، انت مالك انت بطل؟ فالمسألة ما هي بسيطة. لذلك انا بقول لكم احنا في نعمة كبيرة جدا ان احنا قاعدين في الكويت وبنتكلم الكلام ده، بناخد حريتنا ونتكلم في الاسلام وناخد راحتنا ونسند الاقوال الخطأ ونعرف الصواب، فنحمد الله تعالى وربنا يعدنا الى الاسلام والى الحق والى حظيرة الدعوة الاسلامية حتى نعتز من جديد بهذا الدين. طبعا الاسئلة والاجابة عليها. السؤال بيقول ما حكم صاحب الدودة الوحيدة هل يكون من أصحاب الأعذار أم لا؟ وهل يجوز له أن يصلي بملابسه الداخلية النظيفة التي تسقط عليها الدودة أم لا؟ السؤال هذا أنا سألت الأخوة دلوقتي علشان ما عنديش يعني علم صاحب الدودة الوحيدة، بقول لهم هي الدودة دي الوحيدة إذا وجدت بتظل تنزل بصفة مستمرة
فبيقولوا لي ايوه انها بتنزل بصفه مستمره. فعلى القول بان الدوده تنقض الوضوء نزول اي شيء من الدبر ينقض الوضوء سواء كان حصاه او دوده او غيرهما، يبقى اذا كانت الدوده تنزل بصفه مستمره او اكثر الاوقات يبقى هذا الانسان صاحب عذر. وصاحب العذر بيعمل ايه؟ عندما يجي الوقت، عندما يجي الظهر وعاوز يصلي يتوضا للظهر، ثم يصلي الظهر وسنن الظهر واي صلاه يريده. في هذا الوقت ان نزلت الديره وهو بيتوضا او نزلت وهو بيصلي لا شيء اعلى، مثل تمام اللي بينفع منه ريح بصفه دائمه او اثريه، ومثل اللي بوله بينزل بصفه دائمه او اثريه، ومثل المراه اللي عندها استحابه يعني مزيد. فدول كلهم اسمهم اعصاب اعصاب اعذار، ولهم الحكم الذي سمعتم. واحد هو نفسه بيسال هل يدفع ذهب الزينه التي تتزين الذي تتزين به المرأة يدفع عنه زكاة؟ انا رأيي اخذا من الادلة، انا مع ابي حنيفة والفقهاء الذين قالوا ان زينة المرأة تخرج عنها الزكاة، لان الدليل الذي يعتمدون عليه صحيح وقوي. يبقى وإن كان اللي بيقول بإخراج زكاة الزينة أبو حنيفة وكل من الفقهاء، أما الشافعية الحنابلة الملكية يقولون ليس على المرأة زكاة في الحلي. فيه رأي الملكية جميل يقول إن كانت المرأة تأتي بالحلي علشان تعمل منها ادخار وثروة وقت اللزوم تلبسها يبقى يجب اخراج الزكاه منها، اما اذا كان اشترتها فقط من اجل التزين فلا زكاه عليها. وبنت عرفت الراي الاقوى في الموضوع. بعدين اخي هنا بيقول ايه رايك في السندات وخاصه سندات البنك الصناعي؟ انا افتكر انت عايز تقول لي الاسهم، انت بتسال عن الاسهم وانت عن السندات. شوف اي بنك بينشأ لا يجوز الاشتراك فيه على الاطلاق. جميع البنوك تعطي بالربا وتاخذ بالربا، جميع البنوك. فمعنى اشتراكك في اي بنك معناه انك تتعامل بالربا من راسك الى قدمك. وانت عارف موضوع الربا من اوله لك. بعدين بيقول ما حكم الشرع في راجل بيطلق زوجته طلقتين امام الاب وشهود وكتب ورقه وبعد ما طلع الناس قالوا له رد زوجتك إليك، هل يجوز أن يرد زوجته؟ السؤال مش كفاية. وإذا كان أمام القاضي